طابت أوقاتكم. التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التقى وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. هذا وقد بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بمقر الوزارة في الرياض مع نظيره الإيراني عباس عراقجي العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى سبل تعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. من جانب، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وزير الخارجية العراقي يواصل جولته في المنطقة لتعزيز العلاقات الإيرانية مع جيرانها، إضافة لضمان الاستقرار والأمن وتطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب التركيز على إيقاف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان التي ترتكبها إسرائيل والسعي إلى تخفيف آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني واللبناني. من اتصال بايدن ونتنياهو الباحث في طريقة الرد على الهجوم الإيراني إلى قدوم وزير الخارجية الإيراني للرياض، يسبقه اجتماع احتضنته الدوحة للأمير فيصل بن فرحان والرئيس الإيراني قبل 6 أيام، لتحط طائرة وزير الخارجية الإيراني عراقجي المحملة بالآمال والطموحات الثقيلة وسعيا لتجنيب المنطقة مواجهة عسكرية خطيرة تدفع بها تل أبيب وترقبها بحضر طهران. لقاء بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي، قالت فيه الرياض أنه لبحث المستجدات الإقليمية والعلاقات بين البلدين. الأهداف المعلنة على لسان وزير الخارجية الإيراني هي أحوال تتبدل في لبنان وجرح غزة الدامي، ولا ذكر للتهديد الذي يلف سماء إيران. لقاء الأوقات الحرجة في الرياض يأتي في وقت تقف المنطقة بأسرها على حافة انفجار وشيك، لكن ما بين السطور كان واضحا حسب قول محللين أن إيران تواجه أزمة الرد المنتظر والتهديدات المتلاحقة النفط أو النووي، لتكون المملكة الوجهة الأولى في جولة للمنطقة تبحث عن كلمة السر لوقف التدحرج السريع. شرق أوسط لم يعد كما كان، بخطى الركض نحو السيناريوهات الجديدة، الباب المشرع على مصراعيه ويبدو مغريا لبعض الأطراف التي ترى في التصعيد مخرجا لأزماتها الداخلية، لتتسارع الآن طلقات الرصاص واجتماعات الساسة في سباق محموم أيهما يسبق، رصاص فحرب أم مصالح تردم الهوة المتسعة في المنطقة. ينضم لنا عبر خدمة سكايب رئيس منتدى الخبرة السعودي دكتور أحمد الشهري. أهلا بك دكتور الشهري. ما الذي يمكن أن تحمله زيارة عباس عراقجي للرياض ثم إلى الدوحة ربما بعد ذلك في ظل هذه التوترات، وما الذي يمكن للرياض أن تفعله من أجل تهدئة هذه التوترات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذ مفرح والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. بالتأكيد في الأزمات وفي الصراعات الجميع يبحث عن الوسيط الموثوق الذي يمكن من خلاله وعن طريقه البحث عن تبرير أو تهدئة هذه الصراعات. وبدون شك المملكة العربية السعودية أثبتت دائما أنها ذلك الوسيط الذي يأتي إليه الأطراف جميعا، لا أقول فقط في أحداث الشرق الأوسط ولكن في بقية الأحداث، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو السودان أو بقية الأحداث، وهذا دأب المملكة العربية السعودية لأنها دائما تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وبالتالي أصبحت محط أنظار كل الأطراف في الصراعات الدولية لما يجدونه في الرياض من سياسة حكيمة ومن حنكة ومن أيضا من رغبة أكيدة، وهذه سياسة المملكة في إطفاء جميع الصراعات منذ أزمة 7 أكتوبر إلى اليوم، ولا زالت الدبلوماسية السعودية تعمل على جميع الأصعدة سواء مع مجلس الأمن أو قمة الـ20 أو الاتحاد الأوروبي أو أطراف النزاع في الشرق الأوسط لإنهاء الصراع الحقيقي وهو في غزة، والذي بناء عليه انفجرت الجبهة اللبنانية وبقية الجبهات. زيارة وزير الخارجية الإيراني، بالتأكيد إيران هي تترقب ضربة ربما
تكون ضربة مدمرة لمنشآتها، ربما تكون النووية أو النفطية. وبالتالي زيارة وزير الخارجية للسعودية، يعلم المكانة التي تحتلها المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل والذهاب نحو المسار الذي كانت أعلنته المملكة العربية السعودية بالتحالف العالمي لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وقيام دولة فلسطينية. لذلك أعتقد أن الرياض تحمل هذه الرسالة، وأيضا هناك رسالة قد استبقتها الرياض والمنظومة الخليجية والمنظومة العربية، وهو أنه لا يمكن أن تسمح الدول الخليجية أو دول الجوار باستخدام أراضيها للعدوان أو نعم الاعتداء على إيران. وهذه الحقيقة السياسة السعودية وخليجية معروفة أنها لا تقبل ولا تسمح بأن تكون أراضيها ممرا أو معبرا لأي جهة أخرى. إضافة إلى ذلك أن السيد أراجي يريد أن ينقل إلى المملكة العربية السعودية وينقل إلى القيادة السعودية من خلال لقائه بولي العهد وأيضا وزير الخارجية امتنان إيران الحقيقة، مثل ما استمعنا إلى امتنان السلطة الفلسطينية واللبنانية وبقية الجبهات على هذه الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية طيب السعودية، وهي تقود الدبلوماسية العربية والخليجية في جميع المحافل الدولية، والتي الحقيقة حققت الكثير على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد التخفيف من آثار هذه الأزمات. أعتقد أن الصوت السعودي أصبح له، لا أقول أذنا صاغية، ولكن آذان صاغية في جميع دول العالم، وهذا بفضل الله ثم بفضل سياسة هذه البلاد المباركة. هذا الوسيط الموثوق الذي تحدث عنه، أي السعودية دائما ما تبذل جهودا دبلوماسية، تستضيف قمما، تقدم مبادرات من أجل تهدئة الصراعات والنزاعات الموجودة في المنطقة، ولكن في النهاية يعني كل ما تبذله السعودية يعني يتوقف على موقف الطرفين المتنازعين. السؤال إلى أي مدى يمكن، أو إلى متى يمكن السيطرة وتحمل التوتر بين إسرائيل وإيران إذا كان مسلسل الردود سيستمر طويلا أصلا؟ سنت هذه الحقيقة هذا السؤال المهم، وهو أصبحنا الآن في حرب الفعل ورد الفعل، ولذلك هذا مسلسل خطير لأنه لا ينتهي. ضربة إسرائيلية ثم أيضا رد إيراني، ثم يبدأ العالم ويبدأ الإعلام النفخ في انتظار رد أيضا إسرائيلي، ثم نبدأ أيضا في رد إيراني، وبالتالي سنذهب إلى حلقة أو نذهب إلى مسلسل لا ينتهي. أعتقد أنه الدبلوماسية السعودية وكذلك الخليجية والعربية أصبحت الآن تضغط على العالم، وهناك أذان صاغية حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مكالمة اليوم ستتم بين الرئيس بايدن وأيضا نتنياهو، وكذلك الاتحاد الأوروبي بدأ يضغط أيضا على إسرائيل. أعتقد أنه الأطراف جميعها سواء كان في غزة أو كان في لبنان أو في بقية الجبهات المتوترة أصبحوا جاهزون للذهاب نحو هدنة تؤدي أو تفضي إلى سلام. الذي لا زال يستثمر الحقيقة في الانتصارات الجانبية التي تحققت في الجبهة اللبنانية وما حدث من قتل القيادات في هذه المنطقة، هو نتنياهو، هو الذي يستثمر في ما تبقى من شهر أو أقل من شهر على الانتخابات الأمريكية، لأنه لن يستمع إلى كلمة قوية سواء كان من بايدن أو من عفوا من ترامب أو من كامالا هاريس المرشحين للرئاسة الأمريكية. نتنياهو هو سيستفيد أو سيواصل أزمته أو حربه خلال هذا أو ما تبقى من فترة الانتخابات، لأن كلا الطرفين لا يريد أحد منهما أن يتخذ موقفا ربما يؤثر على صندوق الانتخابات. أعتقد أنه خلال أو مع بداية أو وصول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض سنكون أمام مشهد جديد، أمام حقبة جديدة، لا سيما أنه سيكون هناك اجتماع قادم للاتحاد للتحالف العالمي الذي يؤطر ويؤصل لمسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وهو الحقيقة هو الحل الذي أصبح نعم العالم كله يصغي له الآن، وهو الحل المطروح. لا أعتقد أن إسرائيل حتى لو نجحت في الجبهة اللبنانية أو في الجبهة الفلسطينية ستكون في محمل. هذا رسالة أعتقد أنها قد وصلت طيب إلى الشعب الإسرائيلي وأيضا إلى المعارضة الإسرائيلية. أمان إسرائيل الحقيقي هو في وجود دولة آمنة بجوارها، وكذلك حل
وإنهاء للصراعات الجانبية، عندئذ نقول أن ماذا عن المواطن أمان إيران الإسرائيلي سيعيش الحقيقي؟ آمنا مثله مثل الفلسطيني. ماذا عن أمان إيران الحقيقي يا دكتور؟ إذا كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع الجيران لضمان الاستقرار والأمن وتطوير التعاون الاقتصادي، هل اقتنعت إيران أن استقرار المنطقة يتطلب علاقات جوار جيدة وعدم التدخل في شؤون الدول، وبالتالي ينعكس على التنمية في داخل إيران وعلى أمنها، أم لا تزال؟ هذا ايضا سؤال استراتيجي استاذ مفرح، وايران لن تاتي بجديد او ليس مطلوب منها ان تخترع العجله، فقد وقعت على اتفاق مكين مع المملكه العربيه السعوديه، والذي كان من شروطه وايضا من مقتضياته عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول. ليس على ايران الا ان ترفع غطاء ما يسمى بالمقاومه او بالميليشيات ما دون الدوله في الدول العربيه مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن. عند ذلك هذه الكيانات بالضروره ستتجه او سترخرط في العمليه السياسيه الداخليه لهذه الدول، وعندئذ ايران ليست في حرب كما قال السيد بزكيان في الامم المتحده، قال لسنا في حرب لا مع اسرائيل ولا مع الولايات المتحده الامريكيه، وعلاقاتها جيده وممتازه مع دول الجوار مع السعوديه والعراق وتركيا وكل. اذا اين المشكله عند ايران؟ ايران ليست في حرب مع ولا يريد احد من ايران شيء، ايران هي التي ادخلت نفسها في هذه المشكلات وتحت ذريعه او تحت شعار نصره القضيه الفلسطينيه. ليست هكذا تنصر القضيه الفلسطينيه على دماء 50,000 من الشعب الفلسطيني، وانما لا حل في الشرق الاوسط الا كما تقول السياسة الحكيمة من الرياض، وهو التفاوض والحل السلمي. لذلك إيران عليها أن تعي تماما أنها إذا أرادت أن تعيش بأمن وسلام في الإقليم وتعيد علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تنكفي إلى الداخل وتعمل على بناء الشعب الإيراني، وأن تستنسخ وتستفيد من التجربة السعودية في رؤية 2030 وكذلك طيب التجربة دكتور، الخليجية، وأعتقد أنها ستجد كل الدعم من العرب وأيضا من دول الجوار لبناء إيران شعبيا واقتصاديا بعيدا عن هذه التدخلات التي لم تعود على الشعب الإيراني وعلى الشعوب التي تدخلت فيها، إلا كما نشاهد من هذا النموذج الذي الحقيقة أصبح واضحا وهو الخراب والتدمير والقتل أنت أشرت وانتهاك إلى الأمن الاتفاق المصالحة للمواطن. بين السعودية وإيران برعاية صينية، لكن عندما تطلب السعودية خلال القمم التي تعقدها أو المبادرات أنه يكون هناك تنازل من الأطراف للوصول إلى حل سلمي، هي لا تصطنع المثالية، هي قدمت ذلك عندما يعني مع إيران، عندما تقدمت إيران لطلب الصين بأن تتصالح مع السعودية، السعودية استجابت لهذا الأمر، وبالتالي هذا مثال يمكن القياس عليه. لماذا أصبح صعب المنال في المنطقة وبالتالي زادت التوترات باختصار؟ أحسنت، المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة هي تمد يدها للجميع، تمد يدها سواء لإيران أو لإسرائيل للسلام بالشروط التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية سواء في العلاقة مع إسرائيل وكذلك إيران، مع وهو الشرط المعروف للمملكة العربية السعودية وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية والدول العربية والانكفاء إلى الداخل الإيراني. أعتقد أنه إذا التزمت إيران بهذه الشروط أو بهذه الرغبة وبهذه الإرادة، أعتقد أنه سنقول أن إيران قد أصبحت الآن انتقلت من حكم الثورة إلى حكم الدولة الذي لابد أن تعمل عليه، وقد بدأ شيئا من هذا في خطاب بزكيان في الأمم المتحدة عندما قال نحن منفتحون على الجميع. أعتقد أن هذه هي بداية، وأعتقد أن السيد بزكيان هو رئيس المرحلة التي أعتقد أن إيران بدأت تعي حجم الخطر المحدق بها إذا هي استمرت في عملية أو في مشروعها السابق وهو مشروع الثورة ومشروع التدخل بالشؤون الداخلية للدول الذي لم تنتج منه خلال 40 سنة إلا أشكرك. الصراعات والتأثير السيء على الاقتصاد الإيراني وعلى المواطن الإيراني. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي. وخلال الأيام الماضية مشاهدينا بدأ واضحا أن الخطوات السعودية الإيرانية للتقارب والتنسيق تتسارع من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والبحث عن مخارج لأزمات المنطقة. نتابع.